مشاهدينا، ما فيش شك ان الندوات الثقافيه اللي بتعقد على هامش فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب غنيه بالمعلومات، فلو احنا عايزين نستفيد لازم نروح نحضر. ما قدرناش نروح نحضر، موجود على منصه المعرض كل الفعاليات بتتنقل لايف ومتوفر فيها كمان مترجم للاشاره لذوي الهمم. هنلاقي في كل التفاصيل دي معلومه وحكايه وحدوته اكيد هنستفيد منها. يعني مثلا كان في ندوه مهمه في قاعه صلاح جاهين كانت تحت عنوان الاستراتيجيه الوطنيه الثالثه لمكافحه الفساد 2022-2023. الندوه دي كانت بالشراكه مع الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد الذراع التثقيفي لهيئه الرقابه الادريه. اتكلم فيها اللواء الدكتور محمد سلامه مدير الاكاديميه الوطنيه للمكافحه، واستعرض من خلالها معلومات وتفاصيل مهمه جدا خلتنا نبقى عارفين تفاصيل اكتر عن العمل. خلينا نروح نتعرف عليها ونرجع نكمل كلامنا في صباح الخير يا مصر. احنا صممنا الجناح بتاعنا في هيئة الرقابة الإدارية عشان نقدر ان احنا يعني نتواكب مع الحدث بشكل كبير، نستغل الزخم الخاص بالسنة الماضية، والحمد لله حصل استجابة من المواطنين فأعلننا عن الندوتين اللي احنا هنقوم بيهم، وأقمنا الندوة الأولى النهاردة هي خاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة 2023-2030. اتكلمنا فيها على الاستراتيجيتين السابقتين 2014-2018-2019-2022، اتكلمنا على الممارسات الناجحة والتحديات التي صادفت النسختين، ثم اتكلمنا على منهجية إعداد الاستراتيجية في نسختها الثالثة 2023-2030، اتكلمنا أيضا على الأهداف المختلفة، الخمسة أهداف الخاصة بالاستراتيجية بشكل تفصيلي. كان الحضور من هيئة الرقابة الإدارية وكان من جهات إنفاذ القانون عشان إن احنا نقدر نوصل لجمهور معرض الكتاب فكرة الاستراتيجية والأهداف الخاصة بها، وده أمر هام جدا إنه يحصل وعي للمواطنين بشكل مباشر وفعال. الجمهور ده مش جمهور نخبوي، الجمهور ده جمهور سيار، والشباب المختلف مختلف طوائف الشباب جايين من كل محافظات الجمهورية عشان يتعرفوا على الاستراتيجية، وده أمر هام بنرسخ ليه بشكل كبير. ثم فتحنا باب الأسئلة أيضا للجميع من كل الفئات من الرجال والشباب والسيدات لتبادل الأفكار وتبادل الرؤى، وإن احنا نسمعهم ونتفاعل معهم عشان نرسخ للعلاقة التي تسمح بنشر ثقافة مجتمعية ضد الفساد.